راه الثمن اللي قلت لكم اخوتي في الاول راه هو اللي كاين، راه كاين السومه ديال 300 وكثر، ديال 15 درهم وكثر. شحال من واحد ناقشني في هذا الموضوع، شحال من واحد ما عجبوش الحال، وشحال من واحد خلى شي كومونتيرات. اخوتي بقاو تسولوا عاد تهضروا، ما تبقاوش تحكموا على الكتاب من الغلاف ديالو، وسولوا راسكم عاد تبقاو تقولوا لا واه انت باغي تدير الغلاله، واش غندير انا ولا انت معايا ما عندك ما دير، راه السوق اللي تيحكم، راه الندره، راه منين كيكون الخير موجود والسلعه موجوده راه ما تخممش، راه تيكون الثمن باين. ولكن ملي كتكون القله، وسير سول، سير سول لاش ديك البلديه، شوف شحال دايره، شوف دابا شحال دايره، فما بالك من غادي يعني مثلا غادي تبدا يبدا العصير ديال الزيت وتشوف الثمن شحال ساوي. الراجل شاري الزيت ب 300 و 320 ريال بالشجره، بشحال غيبيعو؟ شحال غيعطي هذا القنطار من يطرو؟ وبشحال غيكون الثمن؟ ونرجع والله الخير، حنا ماشي كنقولوا هذا الشيء هذا باش نضحكوا على الناس ولا شي حاجه، لا حنا نقول لكم الواقع، حنا كنشاركوا معكم الواقع، باش راه معرفه الشيء خير من جهل، باش تعرفوا اللي كاين. وبزاف ديال الناس دخلوا الكومونتيرات تيقولوا شي كومونتيرات، انت باغي تغلي علينا، انت باغي دير، انت راه ماشي كنغلي، حنا راه كنشاركوا مع الناس اللي كيتبعونا، كنشاركوا معاهم كل شيء، كنشاركوا مع داكشي اللي خاص بالفلاحه، داكشي اللي خاص بالاشجار المثمره، داكشي اللي خاص بتربيه المواشي، مو داكشي اللي كنعرفوه كنشاركوه مع الخوت. راه كاين عندنا ناس، عندنا ناس كيتبعونا، كيتبعونا وكيعرفونا، هاد الهضره اللي تنقولوها راه ما كتجيش عند فراغ، راه كنقولوهم الواقع، الواقع سوا مر سوا حلو تنقولوه، داكشي اللي عطى الله، يعني هذه حقيقه. بالنسبه للزيتون راه الثمن غالي، وكاين بعض المناطق دابا الزيت راه ساويه الثمن، ساويه الثمن، الزيت دابا حاليا راه كاين بلايص اللي فيهم الزيت دايره 100 درهم حاليا، فما بالك من غيبدا الزيتون والندره. راه الا مشيتي لنا واحد مراكش الزيتون قليل، راه كتشوفوا يعني في مواقع التواصل الاجتماعي راه كاين شي بلايص الله يستر راه الزيتون يبس، الزيتون يبس فيهم، وكاين شي بلايص عاوتاني الله يستر شنقول لكم راه ما فيهم الزيتون ما والش كاع، وكاين شي بلايص اللي فيهم البركه الحمد لله. هذا هو اللي كاين، حنا تنقول لكم الخوت غير باش تعرفوا اللي كاين، راه حنا ماشي انا هذا الفيديو درته غير باش نجاوب شي وحدين، على باغي تغلي اش نغلي انايا، اش نغلي اش ليا باش ما نغلي، انا هو اللي تنتحكم في البورصه في السوق طالع هابط، راه ماشي انا الغلا راه ما عند الله، والرخا ما عند الله، هادشي اللي كاين صافي. المهم هذه هي السومه اللي كاينه، اللي قلت لها راه هي اللي كاينه، وممكن تسولوا على راساتكم، سولوا الناس غايقول لكم اللي عطى الله راه كاين السومه، باش ماشي تقولوا هذا راه تيكذب علينا ولا كيزيد علينا ولا كينقص علينا، هادشي حقيقه. والاسباب راه متعدده، الى جينا ندخلوا في الاسباب، الاسباب راه كثيره، علاش هادشي يعني علاش الثمن ولا هوك، وعلاش قله ديال الزيتون والندره ديال الماء، يعني من الاسباب، وهادشي كله راه كيرجع يعني البعد على الدين، يعني بصفه عامه يعني شر الرحمن الحر، هذا هو السبب. راه خص الانسان يرجع لله باش ربي يفيض الخيرات ديالو، هل ما كي ولا كينشف في اي بلاصه كنلقى المقله، في اي بلاصه فيما مشيتي المقله، علاش؟ اخوتي راه ولا المناكير بزاف، الله يدير شي تاويل الخير وصافي. ها انتم كما كتشوفوا، ها الزيتون، هذا زيتون بلدي، ها انتم هاهي، هذه بلديه، هاهي كما كتشوفوا، هذه راه كتسقى، يعني هنا راه كانت مزروعه ذرا، هذه شبعانه، هاهي فيها الزيتون، ولكن البر راه ما فيهش. البر راه ما فيهش كاع، هادي كتسقى وهي دابا ما فيهاش، هانتوما ما فيهاش، ما قيسهاش ديك الحشره. علاش ما قيسهاش الحشره؟ لان هادي كتسقى بانتظام، غنقول لكم غير الطريقه باش تفهموا، لان الشجر اللي كيتسقى بانتظام راه ما كتقيسوش الحشره. علاش؟ لان ملي كتكون مسقيه كتولي مره، وديك الحشره ملي كتجي لها وكتلقاها مره ما كتقدش تاكلها، ومين كتعطش كتولي حلوه، وديك الحشره كتجي يعني كترتاح فيها صافي، الزيتونة كتهبطها، الزيتونة يعني الحبة الزيتون كتضربها بحال هنا وكتدخل لداخل، كتلقاها من الداخل مسوسة، يعني من الداخل كحالت، سبحان الله العظيم، بسبب يعني الماء، وديك الحشرة يعني عميت الزيتون بزاف ديال المناطق اللي قاسهم، قاسهم ديك الشجرة كتدخل لشي فيرما، سبحان الله يعني كتنتشر بواحد الصورة بواحد الوتيرة، يعني سريعة سريعة في البلاصة كدير يعني خدمتها. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الخوت غنتكلموا على الزيتون، الثمن ديال الزيتون، الثمن اللي دوخ الكل، شحال السومه، شنو ديال السوق في هذا الوقت هذا اللي حنا دابا يعني وبهذا التاريخ ديال اليوم اللي هو 20 يوم شهر 8 2024، باش تعرفوا معنا الثمن الحقيقي ديال السومه ديال الزيتون في الشجره. راه بزاف ديال الناس ما تيقوش الهضره اللي قلت، بزاف ديال الناس عاق،
وبزاف ديال المتشابهين اللي عارفين اللي كاين يعني، وقال لك فعلا كلامك معقول. المهم هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشاركه معكم باش تعرفوا الصراحه. راه ديك الهضره اللي قلت لكم في الفيديو السابق ديال ان الزيتون يساوي واحد السومه خياليه، راه فعلا وقولا راه قلنا لكم الحقيقه، غتعرفوا علاش جميع التفاصيل على هاد الخاصيه ديال الزيتون غتعرفوا. والزيت فين وصلات، الثمن ديالها مرتفع بزاف، شنو هو السبب كذلك مقارنه مع العام اللي فات؟ راه فرق كبير. العام اللي فات راه كان الزيتون موجود، هاد العام راه قليل، ويعني نادر الزيتون، قليل فين والد، قليل المناطق اللي فيها الزيتون والد، وكذلك كاين المناطق اللي ما جا يعني ما نورش كاع، ما كاين حتى حبه، وكاين المناطق اللي فيها البركه، والحمد لله اللي مازال البركه. المهم اخوتي كما كتشوفوا الزيتون هذا اللي كتشوفوا معنا، راه السومه في الشجره واصله من 12 درهم، يعني قديما 12 درهم راه كانت هذه شهرين، اما دابا راه واصله من 15 حتى 17 درهم في الشجره، وكل شيء تبيع. يعني دابا حتى الناس اللي بغاو يشريو راه ما خطا يشريو الفيرمات المعاودين، يعني اللي شارينهم الناس وتيعاودوا فيهم البيع. اما اللي ما باعوش فنسبه قليله اللي مازال ما بيوعش معينين حتى الوقت، وكاين اللي تيخدموا راسو، يعني كاين الناس اللي عندهم الفيرمات ديالهم تيخدموهم راسهم. ولكن دابا غادي نقول لكم شنو هو السبب اللي خلى هذا الغلاء، شنو هو السبب اللي خلى الغلاء بزاف، يعني الثمن شافع بهذه الوتيره، يعني الثمن خيالي. واش الزيت غتكون رخيصه ولا غاليه؟ راه من يعني الثمن كما قال له باش تعرف المليح العمى، قال له بالثمن، راه الثمن تيبين لك شنو كاين، كمل من عقلك. راه الثمن يعني السومه ديال الزيت اللي واصله دابا في الشجره، يعني باش كيشريها البيع ويشريها في الشجره 15 درهم وكثر، عاد غادي وقت البيع وقت الخدمه ويزيد عليها الخدام ويزيد عليها الترونسبور ويديها للمعصره وكذا، فبشحال غطيح. المهم الخوت انا غنعطيكم ثلاثه الاسباب اللي خلاو الزيتون يوصل هاد السومه. اول حاجه هي ان النواره هاد العام يعني فوق التزهير ما شدتش النواره، الاغلبيه النواره طاحت، الاغلبيه النواره طاحت، ولكن يعني كما كتشوفوا دابا هنا راه هاد الشجره هادي تبارك الله جايبه، هادي شجره بلديه، يعني النواره ديالها بالنسبه للبلدي فتيكون الزيتون معاون، عام تيدير وعام ما تيديرش. وهاد الزيتون هادي اللي كتشوف بالضبط هي كتسقى، هادي كتسقى، يعني كاين زيتون ناس كاين اللي عندها الماء تبارك الله راه كيتسقى راه فيه الخير والبركه. مثلا هادي الا جينا نشوفو العام اللي فات راه ما كانش فيها الزيتون، وهاد العام راه جاب الله التيسير، وشجره بلديه معمره قديمه. اما الاغلبيه ديال الزيتون في المناطق ديال المملكه بكامله راه كاينه غير البركه، يعني هاد العام الموسم الزيتون الزيتون قليل، لهذا فالثمن مرتفع. اول حاجه كما قلت لكم هي ان النواره ما شدتش، ثاني حاجه ان الماء قلال، الندره ديال الماء شحال من بلاصه راه الشجر يبس فيها، الشجر يبس، يعني كان داير واحد البركه يبس ما بقاش صافي، داموا الامانه امانته. وحاجه اخرى ان ديك الحشره اللي ضربت الزيتون هذا العام كاين شي بلايص اعطاتهم صليه، ديك الحشره فرعات الشجر ضربه وحده، كان الزيتون غال وفرعات ديك الحشره، يعني كتضرب ديك الحشره البلاصه اللي كيكون فيها السقاء يعني قليل كيكون الزيتون عطشان كتعطيه صليه. بحالاش الا كانت الشجره مثلا كتسقى بانتظام، من كتجي لهذيك الحشره كتضرب في الحبه كتلقاها مره ما كتقدش تاكلها، يعني ما كتدخلش ما كتكملش الخدمه فيها كتمشي، وإلا لقاتها ما كتسقاش كتكون حلوه وكتصافي كتلقى مرادها صافي كتعطي الشجره صاليه، يعني كتصافي الشجره مشات، الحب كتدخل في وسط الحبه، كتدخل في وسط الحبه وكتفرحها. وبزاف د المناطق قاسوا هاد الشيء هذا، خصوصا الناس اللي عندهم البور، خصوصا الناس اللي عندهم البور كلاو الدق في هذيك الحشره بحال ديال بحال داك الشيء الهنديه نيشان، نترجاو الله السلامه. واش الزيتون حتى هو غيطلعو بحال الهنديه؟ نترجاو الله السلامه الخوت. ممكن ما كتشوفوا هاد الشيء راه تيخلع، هاد الشيء تيخلع بزاف. وانا هاد الفيديو هذا درتو باش نجاوب بعض الاخوان، لانني ملي درت فيديو السابق شحال ديال الزيتون شحال من واحد عقم قال لك لا الثمن اللي كتقول لا ما كاينش، انت كتغلي السوق، راه ماشي انا اللي كنغلي السوق، السوق الا غلى راه على الكل، والا رخاص راه على الكل، راه السوق هو اللي تيحكم، السوق هو الراس الكرون، راه ماشي انا اللي تنغلي، انا ماشي هو اللي محكم بكل شيء، انا شنطلع البورصه، انا وليت بورصه، هذيك هضره خاويه الخوت.
انا كنقول لكم الحقيقه، الثمن راه غالي، راه غالي. انا كنشارك مع المتتبعين اللي كيتبعونا والناس اللي يعني دائما تيثقوا فينا وفي الفيديوهات اللي كنديروا، كنقول لهم الحقيقه، ها شنو كاين السومه وها شنو كاين كل شيء. والناس اللي حريفيه وعارفين راهم عارفين هاد الهضره اللي تنقولها شنو كاين، راه عارفين الثمن اللي تنقولوا راه حقيقي. والناس اللي ما عارفينش يعرفوا، اما هذوك الناس اللي تيدخلوا ويعقموا ويقولوا من حقكم تعقموا، انا ما كان، ولكن لي في حدود. ما يخرجش بنادم يبقى يحط عليا مثلا تجي وتقول لي شي كلام حتى ما عارف شي حاجه وكتحكم على الكتاب من الغلاف ديالو، لا هذا راه عيب. ماما الخوت انا كنشارك معكم هذا الفيديو باش تعرفوا اللي طلع الثمن ديال الزيتون دابا راه وصل دابا 17 درهم الشجره، وفين راه 17 درهم باش نقول لكم اللي كاين. والناس راه يعني اللي شرا شرا واللي باع باع، ونسبه قليله اللي مازال ما باعوش، هذوك معاينين. كاين اللي غيخدم بواحد يجو كما قلت لكم، وكاين اللي غادي يخلي حتى يبان السوق، يعني من يبدا الوقت ديال الصغير ديال الزيتون عاد غادي يقدر يبيع بالكيلو ولا باع. المهم الخوت هذا هو الفيديو بخصوص هذا النهار. اما بالنسبه للزيت فالزيت راه ما محدودش الثمن ديالها باختلاف المناطق. مثلا المنطقه ديال هنايا راه من 1800 حتى 1900، يعني من 90 درهم حتى 95 درهم. وبلايص اخرى راه كاينه 100 درهم، كاينه 110 درهم، كل بلاصه والثمن ديالها. باش نقول لكم اللي كاين يعني ديال الزيت ديال العام اللي فات. اما الزيت اللي غتجي فنترجاو الله الخير، الثمن ديالها ما عرفناش بشحال غيكون، ونترجاو الله الخير. كما كتشوفوا انا قلت لكم السومه راه باين، يعني السومه دابا شنو دايره، والله يدير شي تاويل الخير. المهم الخوت نتمنى هذا الفيديو يكون في المتناول، واللي بغى شي معلومات اكثر فمرحبا والف مرحبا، وتحياتي لجميع المتتبعين والناس اللي كيثقوا فينا، تحياتي لكم من هذا المنبر، وكنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، وكنوجه لكم كل التحيه وكل التقدير. وما تنساوش دائما الخوت اشتركوا معنا في القناه بالنسبه للناس الجداد، وكذلك تبارطاجوا الفيديو باش تعمل فائده للجميع. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.